تفيدك بالتواضع رب يزيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى اعتدنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك السلام عليك السلام السلام ورحمة الله وبركاته السلام حياكم الله شباب لو بس لو نتخيل مع بعض مثلا ظافر زين اخترع آلة معينة وخلصها وكل شيء وأهداها لي مثلا سعود فهد زين سعود فهد ما عرف كيف يستعملها وكيف يشغلها مثلا فرجع سعود فهد لي ظافر ظافر عطى كتيب في كل التعليمات وكيفية تشغيل هذه الآلة
الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا، لكن ما تركنا عبث، جعلنا دستور لهذه الأمة وهو القرآن الكريم. أي شيء يهمك، أي شيء يحزنك، من كرب، من هم، من ضيق، من مشكلة، ارجع القرآن الكريم، ستلقى كل الحلول. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وطرف النهار. جزاكم الله خير. هذا كان عدة من تنوع الكلمة، أول مرة كان يقول مهيبة وثاني مرة يقول كلمة. ما شاء الله تبارك الله، كلنا ننتظر الشباب اللي ما ألقوا من قبل المسجد. اي والله لا احد يدخل علينا، حتى سعود غربي قبل امس يسال يقول ليش تحدد كل ليش طلبت التنويع؟ فقلنا انه عشان الواحد يستفيد من طرح الثاني، طريقه طرح الثاني. والله جزاكم كل خير. صراحه هابي شيخ المندي. الله أكبر. سبحان
مشكلة مشكلة يا أخي، مشكلة هذا اسمه والله حلو جزاك الله والله جدا جدا علي على التناول. هيك جزاك الله. كلموا ناس قال بلقي بلقوا مكانه. هو اللي أجل، عرفت؟ ما هو بنا. يلا لا اكتب أجرك. هذا عطوه لبنتي ذاك اليوم والله العظيم. وكاوكاو باخر كاوكاو كله صح؟ كاوكاو بسكوت سويسري بعد. يلا روح. صدق ابو غريب لانه ما اخذها اكلت اللي هنا حذفته. حذفته اي. في سر اخر. يلا شيخ المندي. في سر اخر. سر. اذا جيت جبت اطفالك ركن القصيم اشتر لهم مثل هذه. الشباب اللي يبون عليها لا تخلون اي فكر. وش دخلك؟ هذا فك بكير. خليهم. افتحوا لي هذه. هذا حق الاولاد. هذا خذها عزام صح؟ اي نعم. الازرق والذي وال افتح الثاني. شوفوا على عليك الله. ايوه بس طعم من تخيل. شوف شوف الروقان. شوف بس الله وش ذا الزين. شوف سلمان شوف الروقان. لا وانواع لازم اخليه انواع. واو هذا وش نوعه بعد؟ هذا قوي. هذا طعم على نتفلكس. ها هذا التصوير. افتح انا افتح عادي. هو ياكل صح؟ انت كل خايف. خل بس نشوف. لا 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 تعال بس. ها بس صراحة ما توقعت انا ان في شيء اشياء للاطفال. اذا جاك مقصع الدكتور موجود. خلنا نشوفها زين بس. يا سلام. ترى هذا والله جيد. والله شوف 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 خلنا شوف. واو ماي جاد وات ذس. اشتهيتوا صح؟ لا 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 والله يوم اكلها زي كذا تتبقع انفاس انفاس. هذا جديد من يوم هذا الشوكولاته. وش هو هذه؟ لا انا احب البلجيكي اللي فيه بسكوت. ما عندكم زي بسكوت؟ كامل فيه بسكوت داخل. فيه بسكوت هذا مكشوف والله. عامل بندق. هي كبير ولا صغير؟ الحين هذا كله بلجيكي والله روقان صراحه. طن 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 طن. ايش دعوه حب واحده يا رئيس. بس المسه تحس انك تاكل بلجيكي حلاوه مكشوف. طيب الحين ركن القصيم هذا ايش فرق؟ اللي يطلع برايم تعطونه اي شيء؟ ها؟ شباب في مفتاح من اولى. ها؟ اللي يطلع برايم ياخذ كل شيء ويمشي عادي. برايم خلاص بيمشي برا القريه. شباب اصدقائي الاعزاء سوف انسخ لكم ان اللي يطلع برايم ياخذ جميع الهدايا من المحلات. والله؟ اي والله. يعني برايم بس يطلع معه اوكس 10 اكياس. ها؟ هم قالوا ما تلونهم. انا قلت لهم زين. ها 2 ريال. ها 2 ريال. ها زين يا بدر. انا مرحبا. لا خمسة. على يدك. لا تكلمون. لا والله ما لا تفتح شيء. خلاص عندي. تعال امسك. عندي. ايوه لا تدفع 100 ريال. فتش لانه خلاص خربت. يعني ما مسوي شيء. انا جالس اتفرج. ابو هادي كم القطوه الصغير هذه بتتعاون معي؟ ابو هادي هلا. كم القطوه الصغير؟ انا اذا اخذت شيء فتش. تعال شباب تعال نروح للاداره نقول لهم. لا صح ولا صحيح؟ انا اخذت شيء. حط يده. يلا شباب شباب خلنا نروح الاداره. والله حرام. اخذت شيء. انا حطيت يدك على حاجه في الثلاجه ولا ما حطيت شيء؟ يا اخوان خلاص عشان لو ابو كاتم يجي ويقدم الشكوى. لا انا شفتك. ايش رايك ابو يمكن كان بيتعاون معك؟ القطوه الصغيره. قطوه صغيره ولا اخذت شيء؟ حطيتك على الحاجه ليه؟ تعال بعمل مكشافه. تعال تفضل. مسحت هذه.
شفتك انت بتاخد ديت سبتها لي ورجعتها. لا لا كيك كيك كبير والله ما حطيت. لا لا حطيت. تفضل ابو كاتب من فضلك. تفضل تفضل انت. اقول تفضل معايا مقابله مع مدير المحل. تفضل لو سمحت معايا مقابله مع مدير المحل. تفضل. انا تفضل. خلاص تفضل. تفضل هذا الشيخ الشيخ يا اخو الشيخ. انا ما تعرفني. تمام تمام. الحين رئيس البلديه ليه الحق في المأكولات؟ هو حط ايده ولا ما حطش ايده؟ لا ما حطيت ايدي. لو هو ممكن نطلعها برا بس هذه. لا 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 انا حطيت ايدي على هذه على اللي تحت. لا اللي حط ايده عليها فين؟ هذه هذه هذه. ايوه ممكن اطلعها برا اسحبها انا برا وخلاص. معلش شيلها عشان لو زبون جه دلوقتي ما. لا لا ما حطيت. لا 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 حط ايده انا شفتك في وين حطيت. تعال على البسكوت صح؟ لا لا مسك هنا وهنا. والله العظيم ما مسكتها. هذا خلاص ممكن تشابر. والله العظيم ما مسكتها اقسم بالله. شلناها برا دي. تمام تمام خلاص اقسم بالله ما مسكتها يا شيخ. خلاص بس محمد الموضوع منتهي يا بدر. انت راك رئيس بلديه ما قلنا تعال. لا ابطك الحين هنا مسؤول عن كل الحاجات دي يا اخوان. انت ليش انت اطلع اسمع اسمع بدر. رئيس بلديه. خلاص رئيس بلديه بقول لك حاجه دلوقتي لو واحد اكلها وتسمم دلوقتي يا معلش تسمم. ايوه ايه هو المسؤول من المنتجات ومسؤول من التواريخ. لا اله الا الله. اوكي انت رئيس بلديه الاسبوع هذا لا تشوفك جنبي ولا ما انت بصديقي. اوكي ما انا بصديقي. اول كنت صديقي بس الحين ما انت بصديقي. ما بصدق اي حد دلوقتي. تفضل اطلع يلا. طيب قول له لا اله الا الله وكمان بترشيني. جميل خلاص جميل جميل. شاهد شاهد اطلع فلوس شاهد بالله يا ترشيني. جميل جميل تفضل تفضل ان شاء الله ابو كاتب لما يجي نقول له على الموضوع. جميل تفضل اطلع امسك. 5 ريال 5 ريال. تمام تمام لا 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 تمام تمام امسك براحتك محمد. ديت يعني دي رشوه يعني؟ لا لا اكرامي يا شيخ. ما شيخ اكرامي ليه؟ اكرامي ليه؟ يا اخوي صديقي تحب احبك انا. لا ما صدق حد انا دلوقتي. انا رئيس بلدية ما صدق. والله الا ايش بلا. ايوه يا ولد اللي حط اللي حط رئيس بلدية غلطان يا بدر. تمام بدر كمان اللي حطها غلطان. تمام تمام ابو كاتب اللي حطني. ابو كاتب اللي اختارني واعلن اني رئيس بلدية. الحين كم حيل قضية الجمهور. اختارك الجمهور. لا بس مين اللي وطأ الحكم والنتيجة؟ محمد مكي فتحها تلوث. لا لا خلي 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 دقيقة. ده عرض ده عرض يا حبيبي محمد مكي. لا هذه تلوث. تخيل واحد راح واكلها. لا 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 ده عرض كده مغلفة. دي مغلفة. خلي المغلفة ما تكلمت. لو جانا زبون يشتري ما بيشتري دي. ايوه مغلفة. ودي بتتغير كل 24 ساعة. واحد مسكين. تخيل واحد يجيك مسكين ياكل واحدة. لا ياكل. لا 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 ما ياكل. محمد مكي حد ياكل؟ عطني قلم سجل. دقيقة بس. محمد مكي فتح ركن القصيم. لا بتاع ركن القصيم موجود وشاهد. ماله فاتحها هو فتحها عشان عرضه للزباين. امسك. تمام يلا تفضل. وش وش تفضل. سمعت يسبني؟ جالس يسبني كمان بتتهمني بالباطل. كمان بتتهمني بالباطل. يعني انت تتهم رئيس البلديه في القريه بالباطل. محمد مكي ممتاز. انا السجل بتاعك اتملى دلوقتي محضر اتملى. كم عليه قضيه. تمام تمام ها تمام. انت عندك دي دي خلاص خلاص الموضوع منتهي. لا دقيقه نخش وسط خير. لا لا معلش وسط وانت تعاون مع لا لا محمد مكي. ايش تعاون؟ انا ساكت لك. انت انت ساكت لنا من اول. انت اصبر يا بدر الحين دار نخش جوديه. انت اصبر كمان. ما انا انا عذر محمد مكي ما ينفع مع اخلاق. تمام 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 اضحك انا محمد مكي. تمام جيب الاوراق. لا 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 ما محمد مكي. محمد مكي تفضل عشان انت اجلس هناك لو سمحت. محمد مكي ايش تفضل تفضل اطلع. لا تفضل محمد مكي ورايا لقاء مع مدير المحل لو سمحت اطلع. وراك تسجل قضايا على بدر. تفضل اطلع. وراك اتهامات على بدر كثير. وراك تبي تخصم على بدر. لا سيما الرشوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لو يخصم علي ابو كاتم تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرشوه والمرتشي في النار. طول الله لا مشيت تفضل بادي بادي لا لا دلوقتي يقول لك اكراميه ودخان وكلام ده ومسميات الرشوه كلها. يعني اساسا له فضل عليك عايز ترد له الفضل ولا عشان اسكت؟ ما له فضل على حد هنا يا اخوان. انا اعطيتها الخمسه. ايوه كذا اكراميه. ليه؟ ومع ذلك لا لا ده انا قلت اخويا حبه يا اخويا. انا قلت امس اقول انا عايز اكل سندوتش شاورما قال لي 3 ريال. فين بقى الاكراميه؟ دلوقتي جاي ترشيني حبيبي. تفضل اطلع لو سمحت. اقول لك حاجه. تفضل اطلع لو سمحت. عشاك الليله مجاني. تفضل كمان انت رشوه. تفضل يا اخي اعطي خير يقول ما ابغاه. تمام تمام محمد مكي. تمام اخلاقك. تمام تفضل. موضوع منتهي يا بدر خلاص. محمد مكي موضوع منتهي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. تكلم جد ولا تمزح؟ تكلم جد طبعا. انا ما بمزح.
رئيس بلديه دي لو ما عملتش الشغل ده دلوقتي انا حاسب عليه. ابو كاتم يحاسبني انا؟ ابو كاتم والله ما درى عنك. تمام ذاك يوم حتى لو ما درى عني هو قال لي من ذمتي بذمتك فانا لازم اكون امين على يا اخي رئيس بلديه ما قال تعال وزاره التجاره تشوف المحلات. لا لا مسؤول عن كل شيء رئيس البلديه مسؤول عن كل شيء في رئيس بلديه مالك انت تعال رئيس بلديه معك رخصه محل سلام عليكم. ما رخصت محل وشايفنا على الكلام ده كله كل خلاص ما مالك شغل في الاكل. ما عليك شوف يا بدر شوف الموضوع عندك عاش. لا 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 يا 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 لا 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 هم سار من شط الخليج الى المحيط مغردا لم يراها أمة لا تفرقها الحدود. يا لا 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 يا لا لا أمة العرب التي لم تزل تنجب من يرتقي المجد ويبني للعلا صرح الصمود. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا سار من شط الخليج إلى المحيط مغردا من يراها أمة لا تفرقها الحدود. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا أمة العرب التي لم تزل تنجب من يرتقي المجد ويبني للعلا صرح الصمود. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا سار من شط الخليج إلى المحيط مغردا لم يراها أمة لا تفرقها الحدود. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا 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 لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا سار من شط الخليج إلى المحيط مغردا من يراها أمة لا تفرق الحدود. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا 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 لا لا طبعا هذا عمل نزلته يمكن نزلته قبل سنتين يمكن اسمه وحدة عربية وحدة عربية في الكليب نزلته ولا صوت لا لا صوت هذا نزلته طوال العمر والسلامة كنا في رحلة مع رعاية الشباب ما شاء الله تبارك وكان فيه المشاركين 24 دولة عربية الله كل دولة مثل المملكة انتم لا كنت انا من اللي يمثلون المملكه ما شاء الله ونعم خمس اشخاص ونعم الرجل والله الله يخليكم ويسعدكم خاشمك فكانت هذه مشاركه سويتها لهم جميل فذاك الرحله علمتهم كلهم العرضه والخطوه واللعب طيب لك البوم اخير يا نزل شيء جديد لا البوم لا لكن اخر اخر اعمالي ايوه اخر اعمال ايوه نقدر نسمع اخر اعمالي كلمات الشيخ الكبير سعيد بن مانع ونعم يستاهل وطبعا اللحن تراث هو نزل اللعب الشهير نزل ولا ما نزل؟ اللعب الشهير سمعنا طيب سمعنا يا اخي والله بخير والله بخير والله يتغلى يتغلى اعطوه مجال عطها الطرق اول فيلم شاهي شاهي لا 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 جعت عيوني شوفتك يا عنيدة يا سلام لا 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 ما شاء الله تبارك الله لا 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 ما ترحمون اللي بلت المجاعة يا سلام يا سلام يا لا 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 الأسابق الغيمة ورقالها يا حن قلبي لدار النماص أسابق الغيمة ورقالها يا لا 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 يا لا 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 لا
لا لا لا لا يا لا 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 الأسد قلبي وأغراضها. كمل روح يلا واحد اثنين ثلاثة يلا مزبوط طلع لنا شيء لا لا حلو حلو يلا لا 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 اي والله احنا واخوالها اذن يا دلت ذقتها قبل عام اي والله احنا واخوالها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا دلت ذقتها قبل عام اي والله احنا واخوالها لا 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 الدم في القلب ضرب يا والله ما مال بات اخوالها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وبين الضهارة وزودة عسير من طيبها دل من زالها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سود ايوه ايوه طيب طيب يلا روح 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 طبعا يلا روح الدم في القلب غطى وعام أعمى ما لابت أخوالها لا 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 يا 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 لا 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 أي والله حنا وأخوالها بين الضهرة وسودة عسير من طيبها دل من زالها يا لا 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 تذكتها قبل عام والله حن واخوالها يا لا 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 يا دلة تذكتها قبل عام والله حن واخوالها لا 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 يا لا 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 والدم في القلب غطى وعام أعمامها لابت اخوالها لا 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 يا 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 لا 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 يا لا 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 يا عتيبي هنا عمان العز هي دري الا يا موطني الاجمل سلام الحب لك ساري يا عشق الصادق الاول عمان العز هي دري الا يا موطني الاجمل سلام الحب لك ساري يا عشق الصادق الأول عمان الحب هي داري ألا يا موطني الأجمل سلام الحب لك ساري يا عشق الصادق الأول وسلم دوم وهيبي وهيبي الأول وسلم وهذه هذا وشي هذا كم حلقيش برتوات هذا فن العازي فن العازي
ايش هي؟ فن العازي. العازي عندكم يا ابو العازي. العازي ابو خالد العازي. العازي الزواجات فن العازي. ها زواجات ابو خالد. لا لا حس الزواجات وحل اعياد والحرب وكذا. تناشيد حلوه في المطبخ ما قد سمعناها. خالد اليوم ايه اليوم خرب علي اليوم ما ادري والله ما قدرت اغني اليوم. اليوم ما قدرت اليوم ما قدرت انشد اليوم منك. ايوه لا خلتك اعطيتك يا ابو خالد والله ما قصرت. في لون عندكم فيه يا ابو يا 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 لا 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 ايش هو هذا؟ هذا مال الشحوح. شحوح اي شحوح. زيش 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 الام مسندم يعني. ها والله قبيله. اعطينا هو اعطينا هو او عاداتك غير لائقه. طبعا انا بشرح هذا الفن. الله ونعم. يلا اشرح اشرح. هذا فن موجود في شمال السلطنه في محافظه مسندم. قريب من الامارات. فن يا اخي اسمه نسيته. الشحوح. ايه قريب من الامارات. ما ادري والله. هذا الفن ليش بهذه الطريقه؟ لان مسندم فيها جبال. جبال ايه؟ جبال كلها جبال معظمها جبال. فلما قبيله تنادي قبيله ايوه اذا جينها او يعني جينها غزو عدو ولا غزو غزو ايه بهذه الطريقه. السلام والجبال بالصدى اللي فيها عزازي زين تنشر الصوت. يا مرحبا وشحوح. ايوه كذا وشحوح 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 كذا. الله بس هذا هي وشحوح يعني وشحوح تعالوا يعني يناديهم يعني يناديهم. الشحي من اللغه العربيه وقبيله الشحي. والله ونعم. الله فاهم. في 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 واحد الله معتصم. يا اخي هذا النداء. لا لا هذه يبغى لها جماعه. لازم اعطنا انشوده من اللي نشدته اليوم. ها الاشياء اللي نشدتها في المطبخ. واق نشدت انت ليش؟ ما ادري في حاجه انا اول مره اسمعها. ايه اللي انشدتها المنشد السوري. ايه انشدت انشاد المنشد السوري. وين يمين؟ مطبخ اليوم انا ويا سوا. الهي يا متعالي ارحم حالي الهي. جزاك الله والله نحيه. الهي يا متعالي ارحم حالي الهي يا متجلي ارحم ذلي يا الهي غيرك مالي فانا عبدك ربي فكن لي ارجو رضاك يوم القيامه بالاستقامه كرمك اخشى الندامه اخشى الندامه كرمك أخشى الندامة يوم القيامة كرمك ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرمك أخشى الندامة أخشى الندامة كرمك أخشى الندامة يوم القيامة كرمك ارحمني يا الله. الله جزاك الله. الله الله صلي على النبي اول شيء يقولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بالله العسلي في حاجة الأستاذ القدير معتصم بالله العسلي. معتصم بالله العسلي وشو سوري سوري يا الربع صلوا على النبي. صراحة أبشر الأناشيد اللي فيها زي الحس هذا الابتهال والاشياء هذه انا احس اللي ينشدون هذه الاصوات او هذا الفن عندهم خامه صوت عجيبه. فهل توافقون انه يعني اللي يدخل في مجال الانشاد انه يكون له جزء من هذه الاعمال؟ اكيد اكيد عشان يحتسب له. كيف لازم لازم ابتهال. طيب اللي يشطح مثلا مغني غزليات مدري ايش أمور كلمين. أي نعم. وجهة نظري إذا أيوه. جبت كلمات غزلية وأنشدتها أنت ما غيرت شيء عن الغنى لأن الله صح. عز وجل في كتابه الكريم يقول
ومن الناس من يشتري لهو اللهو الحديث يعتبر من اللهو من اللهو الحديث. في نصيحة لكل منشد لوهبه الله عز وجل صوت مثل هذا الأناشيد والله أنها تبعث شيء في النفس جدا قوي، فبيض الله وجهك وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعطينا واحدة ابتهال حقة منشد الشارقة اللي هي اللي انشدها. ايوه مولاي مولاي بعطيكم حاجة ثانية لكن انا مولاي اكثر. وش الروم يا ابو حميد؟ بس يا ولد من بداية رصيدك قاعد يطلبك حق الشارقة والله؟ قال لا؟ يلا حقة منشد الشارقة؟ والله يلا روح مولاي يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا في ملكه ما له ثاني أعصيك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنسى هذا الموال الحان الأستاذ القدير مصطفى حمدو. أبو دينا كيف الوضع؟ فيها تكملة يا ها؟ اسمع أبو دينا شيء. أعطينا مصري، أعطينا حاجة مصرية. جزاك الله خير. أبو دينا شيء. فيها تكملة روح. مولاي مولاي الخلاق الباري أذكرك بليلي ونهاري مولاي الخلاق الباري أذكرك بليلي ونهاري وأسبح باسمك يا ربي فتزول بذكرك كداري وأسبح باسمك يا ربي فتزول بذكرك كداري فاغفر لذنوبي سامحني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة مولاي الله جزاكم الله هذا جزء بعض ما مولاي صلي وسلم دائما من أبدا يعطيك العافية الله يعافيك في كلمة قالها جدا جميلة إن الله سبحانه إذا عصيته يسترني هذا والله العظيم يا جماعة الواحد لو يفكر بينه وبين نفسه أنا تخيل على كل ذنب تسويه الله يفضحك شو تسوي والله وبيتكم ما تتحرك منه فهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه أن الله يسترك والمصيبة الأكبر أن إذا الله استرك بذنب سويته ترى مو شرط تروح تسولف عنه مثلا بعض الشباب يسوي شغله مثلا اليوم الله استرى صار باكر اليوم الثاني راح قاعد مع ربعه والله امس انا سويت كيت كيت وكيت وكيت فهذه مصيبه كبيره يعني هذه اذا انت فضحت نفسك يعني بشغلات بينك وبين ربعك الله راح يفضحك قدام العالم بعدين ومثل ما يقول ما راح تقدر تشوف اي واحد عين بعين ما راح تقدر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهد يمسي وقد فعل كذا وكذا ويصبح فيكشف ستر الله عز وجل عليه فيخبر صاحبه أني فعلت كذا وكذا فالواحد يحرص حتى من أسماء الله عز وجل الستير ستير إيه نعم الستير لا ما هو ستة الستير فالواحد يستر نفسه ولا يجاهر بأي معصية حتى يعافيه الله عز وجل خلاص يا جماعة ترى سالفة الذنب ترى كلنا قاعد نذنب كلنا عندنا ذنوب فالواحد صار له ذنب
استغفر ربك واستر على نفسك، ما يحتاج تروح تسولف عنه، حتى لو طاف على الذنب 50 سنة. حتى في المجاهرة ممكن تكسب إثم من يشوفك، ربما تكسب تقليد، فتسلم منها. أصلاً من الغباء أنك تستر، الله يسر عليك وأنت تروح لنفسك. من باب المجاهرة. هذا هم تغاب سبحان الله. صلاه وسلم جزاك الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت العرض وتحت الارض ويوم العرض يوم العرض. محمد الله يسلمك. متى الاذان؟ يقول لو كانت الذنوب تظهر على بابك او تكون مكتوبه على بابك ما كان احد جاك ولا جيت احد. تخيل ذنوبك على بابك موجوده. اي يجيك احد والله. تخيل ذنوبك الهريحه. والله ما جيت. تخيل الذنوب اللي هالشيء. والله ما حد يقرب. والله ما حد يقرب. عبد الله يقول ما جيت. الحمد لله على الشكر. الحمد لله. والله احنا بنا. استغفر الله من جد. استغفر الله. الحمد لله. يقول لك لو انا لذنوبي رايحه. لما طاق يعني شخص يعني هذا الشافعي اتوقع اللي قال. ايش في الشافعي؟ واحد. يقول لو للذنوب رايحه ما جلس عندي اصحاب. ما ذكر كلمه فهمت عليك ما ادري هذا الشافعي قاعد يقول كلام الشافعي هذا الشافعي الله اكبر هذا هو الشافعي اجل الحين نسال الله السلامه ترى الواحد يعيش في جبل لا مجاهره يا شيخ فارس لا مجاهره امور يمكن بسيطه الانسان ما يدري انه يكون قدوه فيها بالشارع صح يعني امور كثيره نسال الله السلامه حتى يقول لك لما العالم مثلا تمدحك على شيء حلو فيك احمد ربك يعني هذا من ستر الله سبحانه اي والله حتى لو انت مثلا مفضوح او شيء والله ما حد مدحك ولا حد قال عنك اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واستر لي ما لا يعلمون وحتى اذا انت جهرت بشيء معين مثلا انا جهرت مثلا دخان مثلا لا قدر الله شافني واحد صغير واحد بزر مثلا او جهرت مثلا معصيه معينه صح وقال له ده الشيء هذا اغاني كذا إيه اغاني صح. مثلا اغنيه معينه اغنيه مدري ايش لي انا اثمه ولا اللي سمع او اقتدى فيني بسوء اثمه ولا الشخص اللي بيقتدي بل يقتدى بسوء تعرفوا ويلا خذ صدق عادل أيوه. فضل الله عز وجل احاول احرص ما ابري نفسي شمعين ذنوب كلنا مذنبين ولكني احاول قدر المستطاع اني ما ارسل وقت الواتساب ما ارسل اي صوره فيها شيء يغضب الله عز وجل او فيها موسيقى ولا في مكانة نوع الموسيقى حتى لو موسيقى والله واني جالس لا وزر لان فعلا تخيل ارسلك يا فارس اعجبتك رسالتها بقروب للشباب هذوك الواحد بعد يدزها هذا يدزها هذا يدزها وهبت تنتشر وذن بسيط مغنين الله انا وقف عندك دعها تقف عندك تعرف ايش يقول سيدنا ابراهيم عليه السلام يقول عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون الله اكبر شوف النبي نبي ابو الانبياء ابو الانبياء ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ومال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبد الشكر الله يرحم حاله يعني هذه الرسل يعني مضمون لها الجنه شلون على وضعنا الله اكبر يعني شوف للاسف البعض خلاص على بالنا انه مقصر انه خلاص انا عادي اتكلم عادي اسولف عادي هذا لا مو معناته تصير ترى كلنا مقصرين لو ترجع حق كل شخص والله كلنا مقصرين وانا اول ما في احد اي بس البعض للاسف تفكيره خلاص انا مقصر لازم اسولف عن الشغلات اللي مسويها غلط يقول اصلا اذا ما تكلمت فيها او ما تكلمت بالغلط انا مو مثلا قاعد اتصنع وش ما اي يقول لك انا منافق اذا ما قلت شغلات وش فيك؟ ما في شيء في علاج او في جمال وش هو فايز امه على قصف جبهه وعلى الورق قوه هو الوكاد العيادات الجديده كثير انه ما جو اوه مصطفى طيب مكي وش خذ مكي وانا باخذ فايز كنت انا ترى ما في شيء جاي بالغصب يعني كل شيء بر برضا هلو جود مورنينج هلا يا حبيبي رباه قومي في الاغلال محنتهم جلت عن الوصف يا ذخري ويا أولي ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم ما لي سوى الدمع في محراب منشعب أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا فهل أمسى بلا سندي فأمتي اليوم بركان سيول دمي في كل
في كل صوب ضحايا بلا عدد فأمتي اليوم بركان سيول دم في كل صوب في كل صوب ضحايا بلا عدد في كل صوب ضحايانا بلا عدد. وش صار يا ابو؟ ها؟ اجتماع خاص بنا. لكن انا عندي فقرة اسمها فقرة قصف الجبهة. العب. جميل؟ جميل ابو غربي؟ جميل. ما عجبتك ما عجبك الاسم، لكن لا بالعكس حلو. الفقرة راح تكون كل يوم شخص. أشبه بما تكون بالتحجيرة أو أقرب الجد أم لهذا المزح أو إذا مزح لكن اسمعني لكن اسمعني كيف طريقتها كل يوم شخص ماذا خلينا نقول مثلا بكرة هيثم الحن افترضنا هيثم الحن اليوم أقول إن شاء الله بكرة عند هيثم الحن كل واحد يكتب لي سؤالين كل سؤالين تحجيرية على اسم الفقرة اسمها قصف الجبهة أبغى تقصف الجبهة بسؤال أعطني سؤال مثلا بالله مثال بدون اي اسم عبد الله الشيري عبد الله الجميري اسال السؤال قصف كبيته اسال السؤال قل عبد الله ليش مثلا تحب تطلع باسم عبد الله لا في الهواء بالنظاره ليش ما تحب تطلع بدون نظاره هذا سؤال قصف صح صح عبد الله ليش انت تطلع عرفت فهمت عنده حاجات مستحيل تطلع على الهواء بيناتنا بعد الهواء عرفت نبغى كذا شيء اوكي فقره حلو بعض الناس يقول لك لا اقول له مثلا قلد لنا معاذ الجمال مثلا هذا تحجير ذي لا هذا السؤال انا ابغى اسئله على الكل وليس تحجير لحظه لو انا مثلا لو انا مش عايز سلام السلام لو انا مش عايز اهلا يا اتفضل معي الله تفضلوا شباب هناك لو سمحتم نروح معاكم عادي اوه في عندهم سالفه عندهم خنقه هالحين في سوس هالحين تذبحون العرب في فيش وش تبي تنقل فيها بكره بس غدر يا لا 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 صالح السلام عليكم استاذ الفاضل في يوم السبت اللي هو كان يوم 15 تمام جاء شيخ من الكويت على ضيافه محمد شمري ومفروض ان انتوا نزلتوا له تمر تمام ايوه صح ايوه طيب ايوه غير ما حتى القهوه ما ادري ايوه هو انا مش بتقهوه بس القهوه اللي نزلت والتمر مين اللي خرجها انتوا ولا راجح فين يوم الدكتور لا في بيت الحكمه يوم بيت الحكمه الكويتي راجح احنا ما ندخل شيء لا خرجناها انت اعطيتها له يعني هو دخلها جوه البيت لا لا لا. مين اللي دخلها القهوه اللي كان هنا في بيت لا اثنين راجح اللي دخلها لا اثنين يوم الدكتور مش متى انت بتتكلم على يوم ايه؟ انا اتكلم عن الشيخ الكويتي اللي جاء مع محمد صح؟ ايوه اثنين جوني اللي هو بدر ايوه والثاني اتوقع سعد فهد واعطوه رئيس البلديه اللي هو راجح اوكي ايه؟ بس هذا اللي طيب اسمع ايه؟ تفضل مين اللي سلمه انت؟ لا هم اخذوه هنا ايوه يعني هم اللي سلموه هنا اوكي حبيبي طيب معاذ معاذ اتفضلوا يا بس تقعدوا شويه عشان في حاجة فين بدر وراجح يا بدر بدر راجح بدر نادى عليهم مايك لو سمحت يا ريت بسرعة اسلم يا مصطفى هات اخبارك يا مصطفى لما يجوا هشرح لكم اللي حصل الله يستر منك يا مصطفى في خصميات شيء والله بالنسبة لكم ولا بالنسبة لي؟ بالنسبة لك بالنسبة لنا بالنسبة لك ما عندك مشكلة بالنسبة لي انا خير استانس ايوه وبالنسبة لنا شر الله يبشر عليك صافين دول كل امر المؤمن خير نعم بس سؤال يعني محمد الشيخ اللي قاعد على ضيافتك في بيت الحكمه شيخه كان دخل تمر صح مين اللي دخل التمر متى الثويني الشيخ يوم 15 اللي هو كان يوم السبت ايش البقره الشيخ الكويتي الشيخ الثويني بالضبط الثويني الثويني راجع العافيه عزم ايوه جاب تمر وقال الله يحييكم صح سؤال لا قبل جاب تمر وقال الله يحييكم نعم التمر ده قال انه على حسابه نعم نعم طيب اللي بيقول انه على حسابه يرفع ايده بس
مين احسب مين بس ما اذكر ايش اليوم والله شوف هو قال على حساب لكن ما هذاك التمر في تمر ثاني اظن اتوقع لا في مرتين في مره لا على فكره في مرتين راجع قبل فيها تمر حلو مرة قبل الشيخ محمد وفي مرة بتاعت الشيخ محمد ليه يا باب الشيخ محمد بدر طيب اللي قبل الشيخ محمد على حسابه خذ ترى بس صوت هنا ايش اللي قبل ليه تمام دلوقتي لما مرة واحدة قال على حسابي ايوه راجع بس ما يا ريت بس تقعد هنا شوية عشان تسمعني لما جاء الشيخ محمد على ضيافة محمد الشمالي شيخ محمد وين على ضيافة محمد الشمري ايوه تمام انت جيت عند الاخ كريم واخذت من عنده صينيه فيها تمر صح من ها اخذت ايش اخذت تمر مثلا طيب مين اللي اخذ منك تمر بدر وفهد سعود فهد جميل متى اليوم متى اليوم لا يوم 15 اليوم يوم سبت محمد يوم جاء الشيخ محمد ثويني يا حبيبي يوم جاء ثويني انا اعلم ثانيه لا علمك ما شراه ما شراه خليك شوي انا عارف جاء اخذها العامل هناك وجوده انا قلت خلاص مين العامل والله ما ادري واحد منهم قلت انا اوديها عنك في حد فيكم راح بالطم متى كان هو يوم السبت انا ما اخذتها منك ايه يوم جاء هنا وجاب الاغراض ايوه اخذت انا بيات انا جيت انت اللي وديتها صح وش مش مين اللي استلمها منك انا اللي اخذتها انت اللي اخذتها إيه؟ صح إيه؟ وانا اخذت الفناجيل بيرات جميل لا الفناجيل دي خليها على جنب خلينا في التمر بقى يلا لما راجح دخل هل وزع التمر وقال ان ده على حسابي ولا حطاه على اساس ان هو كرم ضيافه للضيف ناخد واحد واحد لو سمحت تمام سماء فارس تفضل والله انا اذكر انه قال على حسابي بس ما ادري هل هي حقه الثويني او طيب. غيرها الله لا كم مره سمعت على حسابي مني واحده خلاص انتهى الموضوع مره واحده ثانيه نعم على حسابه انا سمعت مره واحده ما ادري عن امه من جيبه وين على حسابه على حسابه اقسم بالله على حسابه قمر تمام يعني التمري في يوم 15 كان على حسابك صح لا حبيبي عشان انا ما احب كثره الكلام طيب انا قلت على حسابي مره واحده أيوه. وصلت المعلومه كان يوم ايه وصل ما ادري يوم جن يوم جن كان يوم واحد وانتهى الموضوع تمام انا ابغى افهم انت كيف ايوه جاء في بالك راجح قال الحساب بفهم انا سمعنا مكي هو دلوقتي خصم على كل الشباب اللي اكلوا تمر في اليوم ده فانا رحت قلت له لا راجح لما دخل بالصينيه قال يا شباب وعلى اساس قلت على حساب انت انت قلت بلسانك لا مضيع انت والله قلت خلاص والله سنة. لا في اليوم ده لا قلت مره صح طيب مو يوم جت ثويني لا يوم الدكتور لما دخل بالصينيه ثانيه واحده في يوم الثويني لما جت عربيه الاسعاف وشالت عبد الكريم ايوه هو لما خرج الشيخ في ناس قعدت تاكل تمر اتخصم عليها حبيبي خلي اللي قعدت تاكل تمر انتم سمعتوا مني يوم جت ثويني نسمع ما لي قبله اترك لي قبله قلت لكم هادي على حسابي تفضلوا لا راجي حبيبي يوم من الايام قلت أيوه خلاص يوم واحد أيوه حل الموضوع طيب ماليش دعوه لا ماليش دعوه في يوم من الايام لان هي حصلت مرتين دلوقتي بالنسبه لي في مره سجلت على حسابه ودي ننساها خلينا بقى في المره اللي كان فيها الشيخ وفي نفس اليوم كان الاسعاف لحظه في مره سجلت لي لحظه في مره سجلت على حساب راجح اي يوم مش عارف لسه مش لازم تعرفون ايوه أنا لا اذا سجل عليه غيرها لان سجل عليه اذا هي مره واحده اترك هذا اترك هي مره واحده خلاص هو مش شوف وحساب التمر احاس فيه ما عندي مشكله اخر ما افكر فيه يا رب. بس انا استغرب كيف يحط واحد حسابي بكيفه هذه التالي ترى علشان محمد مكي قال انها على حسابه لا محمد مكي قال محمد مكي قال وانا اقول طبعا. انا اقول لا كلام غير صحيح اذا الشباب سمعتوا دقيقه سمعت مره واحده انت الموضوع مره واحده يعني مره واحده اوكي الان الحكم مره واحده الحكم الاجاج يشوفون الفيديو متى كان وبس جميل بس كيف انا واحد راجع يعني خلاص انت رجدي يعني تحسب عليه مره واحده ايه بناء على كلامكم لو هي مره واحده المره دي المره اللي هي في يوم يوم 15 الدكتور ولا اللي قبليها لو في يوم الدكتور يبقى ساعتها الناس اللي اكلت ما اللي خلص. اكل ما اللي فيش عليها اي حاجه ما اللي اكل لكن اللي قبليها هيتخصم عليها مين مصور يا مصطفى مصور لا مصور حتى كلام راجكم مصور كلام راجكم مصور ايوه بس خلاص راجع الفيديو يعني ما تحتاجون والاتهام ما تحتاجون كلامنا اصلا صحيح لا وش الحاجه لا في هو قايل وحنا موجودين ما تحتاجون كلام هذا اولا ثانيا من غير المنطق ولا العقل انه تجيبون ضيافه للضيف وتقدمون قدام الشباب ضيافه احسنت خطا طيب فخلطه الجنوب اسمعوا كلام هذا
خلط الجنوب. اذا جاء ضيف قدموا ضيافه للضيف فقط، شخص واحد بس. شيخ غربي حبيبي اوكي، الضيافه بتروح للشيخ بس. لا تقدر اربع صحون. مين اللي وزعها بقى؟ اربع صحون. مين اللي وزعها؟ اربع صحون. مين اللي وزعها؟ اصحابك الجنوب جاد اربع خمس. يا مصطفى جبت سبعه. مصطفى 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 ها الحين الضيف كم واحد؟ اكثر ضيف جانا واحد. ضيفين ماشي. ها حلو، انا المره دي واحد. انتم جايبين ست ستة. طيب الحين ياكلوا المتفقين نفس الفاكهة، تشوفه يقول لك لا تشتري خلاص. تمام كان نقول اوكي عشان خلصت الحوار. خلصنا الحوار، لكن لو من اليوم حطوا ضيافة للشيخ فقط. هذا 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 الحل. اسلم يا مصطفى. مصطفى ضيافة للشيخ بس. ها عندك شيء تقوله؟ في حياة طلع؟ لا اقول تفضل. تمام طيب اللي اكلوا يخصم عليهم. لو راجح ما كانش قال ايوه سؤال بقى، لو راجح ما كانش قال في اليوم ده ان هي على حسابي يتخصم على اللي كان، هيتخصم على الناس اللي اكلت. لو كان كم تمره؟ كم تمره؟ بريالين يا اخي. ليش تمره بريالين؟ مصطفى بالضبط. ايوه تعوذ من الشيطان. هو كان خمسة ريال. تعوذ بالله من الشيطان. اعوذ بالله. ايش دي الخاطر الشيخ؟ تعوذ من الشيطان. ايوه يا رجال ترى ما غير تمر ولك اجر. مصطفى بص هم يبيعونها كامل بخمسة. كيف تحسب واحدة بريالين؟ كيف بريالين؟ يعني تلعب لي كده ولا كده يعني؟ ايش دعوه؟ قهوه بدون تمر. طيب لا هو بدون تمر في شاي بدون تمر. لا بس مصطفى العموم شباب في قوانين. لا حد يعترض. احنا نستاهل. ارجعوا بجهاتكم وشوفوا المناسب وسووا. سمعوا الوضع انا مرتاح. تهمون بزوجتهم ناس انا شوف عبد الواحد يضحك يقول لو رجعت ولقيت اللي فعلا راجع قال حسابي بينخصم صح؟ لو رجعت لقيت راجع ما قالها تميش من الناس اللي لا انا طالب تعويض يا حبيبي. انت بتتهمني. لا بص تعويض ده مش عندي. انت والله العظيم اني طالب تعويض. خلي الكلام وش هذه سمعه؟ هذه اسمها انت تطلب تعويض. هذه سمعه. انت تتهمني. تتهمني والله انا صادق والله. انت تطلب من حيوافق. مو من راسك انت واللي يكتب راجع. لا لازم طالب تعويض. انت اطلب ودور على حيوافق. رد اعتبار. نعم اطلب. نعم على وش ادور؟ رد اعتبار منكم تعوضونها 100 ريال ونعمة تصغير. هو يطلب. شوهته سمعه. اسمعني اسمعني. اللي عندي انا اقدر اجي الحين اقدر اجي اقول اخصم على بدر. شرح 10 صحن تمر. طيب وش بدر بعدين شو يصير له؟ تجي قدام عالم بدر سرق بدر اخذ بدر صار. انا ما بدر سرق كذاب. ما جبتش كلمه سرق. نفس المعنى نفس المعنى. مش نفس المعنى نفس المعنى. الجمله زي ما انا قلتها. كم عمرك؟ كم عمرك؟ قال لي كم عمرك يعني؟ لا لا الموضوع انحل ان شاء الله. انت راجع اللي شوف الفيديوهات. طيب مشكله راجعني. واي حاجه اقول لها شيخ مصطفى اعملها. مصطفى ما تبقاش انت ابو كاتم علينا. يا الربع صلوا على النبي. صلوا على النبي نبغى نسمع من هيثم. تفضل. اسمع مني عشان هدوء السكينه. نعم روح يلا بسم الله. اعطينا اي شيء يا اخوي. كم باقي على الصلاه؟ كم باقي على الصلاه؟ سعود 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 باقي ثمان دقائق. الله يرضى عليك. لا ان شاء الله ترى الرجال مضيع. يلا اذا خاطركم في التمر والله الصدق اذا خاطركم في التمر اذا خاطركم في التمر نجيبه على الجميع والله العظيم. خذوا واحد بخمسة ريال اما التمره واحده بريالين. هذه وهذه فكنا بس من جد. بس انا ما ابغى اضيع. لا منعنا الفاكهه لما ما تنزل الا اذا واحد طلب. المحل موجود والفلوس في جيبنا. وقت ما نشتريها نروح نشتري. خلاص وضحت لهم ترى. ايش رايكم في وقت ما نشتريها نروح نشتري؟ هذا هو. حلو الله عليكم. فانا اقول لك تجيب لي فاكهه تغسلها وتقطعها بعض الاحيان وتجيبها تقول تفضلوا. لا ترش عليه مويه يطلع شكل. اي كيف هذا العقل يقبل هذا الكلام؟ عشان يصير زي كنا على باقي ثمان دقائق. زي الدعايات. ها ماهر كم باقي؟ هي لزي باقي ست دقائق. يا جماعه يا جماعه استاذنك استاذنك انا باخذ هيثم وباخذ محمد الوهيب الموضوع عنده. ايش تنتظر يا ظافر؟ ها؟ ايش تنتظر؟ ابو جميل سجل دخول يا ولد. الله عليك. ايش ذي؟ اها صلى على النبي يا رب. اللهم صل على محمد. طيب كل واحد منكم يمتلك ثلاث باقات ورد. الثلاث باقات ورد اباك تهديها لمن تحب ونبدا. كل واحد منكم يمتلك ثلاث باقات ورد. حلو. اهدها لمن تبغى. نبدا من اليمين وعلى عجاله ما هو الواحد يسترسل. يلا الوالد الوالده للشيخ عبد المجيد الطواله. نعم استاهل. الماما والبابا هذه باقتين وباقه لكل من يحبني وحتى لما يحبني نعطيه ورده عادي واحده بس. من تشوفه؟ الوالده. ثالث ثالث نصيب. اعطني اعطني لكل المسلمين. واحده اقسمه بين ابوي وامي. احسنت هذا تقسيم. واحده لكل من يثق في يدعمني. واحده لابو كاتم.
الله عليك صبينا علاقة 60 مرة زورها حبيبي اي والله واحدة للوالدة الله يحفظها ويخليها يا بودي واحدة راح أنثر على قبر الوالد الله يرحمه والثانية لكل شخص أحبه ويحبني الله بدر واحدة للوالد واحدة للوالدة واحدة يضحك مين يعطيها الأخيرة لكل من دعمني قال إني أحب بدر وشاركهم شيء مكي وردة لأمي وردة لأبي وردة لمنة طلة بنت أختي الله طلته منة طلة قلت طلته ثالث وردة منة طلة خالد حامد هذه لأمي وأبوي وكل من يحب خالد حامد أنا الله عليك زي ما وزع راجح بس باستثناء ابو كاتم واحدة لامي وابوي مخلي واحدة لاخواني واخواتي اوكي وواحدة للجمهور اللي جالس يدعمني برا اقول بيض الله وجيهكم يلا يلا قريب وغريب وانت هات ثلاثتك يلا لا الله يجزاك الخير واحدة تكفص والله ما تطبق بمشي ثلاثة باقات ورود الباقة الأولى واحدة لمحمد حمدي يلا يا سلام تحية المخلي الباقة الثانية البوي لا لا الثالثة ما والله مجيك وأنا أصفر معلش مش عايزها اوكي الباقة الثالثة لكل من يحب رافر وبس أعطيك العافية وياك وبيض الله يجيكم في سؤال أنا في سؤال تفضل لا شنو سالفة حبك للورود؟ مين؟ أنا أشد معهم أنا أشد أحب الطبيعة السلام عليك عشان أبها يعني في جبال هذا وفي بيشة هو بيشة ما يجي أنا نادر أحب الطبيعة طيب رافر ممكن سؤال هلا تفضل ممكن خليني ارد على سؤال يا مان قلت عشان الطبيعه اسلم اسلم احب الطبيعه اقسم بالله اسباب كثيره منها اليوم قبل المغرب اختفيت ما حد لاحظ جالس هناك عند السمون هذه طائره طبعا جالس في منظر اقسم بالله ودي الجميع يشوفه اللي هو عرفت الحشرات اللي تطلع وقت المطر والله خطير يا مو والله جد راي تفكير والله جو جالس واتابع للغروب الشمس غايبه حتى مروا ناس ما لاحظوا منهم الفيفي منهم ابو هادي اللي تابع اللي لاحظني سعود فهد دقيق اقسم بالله منظر لا يوصف حتى اني اكتشفته هناك اني اعطيكم اياه اكتشفته هناك جرجير والله جرجير قامت تطرد الحشرات ذي اللي هي على جرجير الحشرات ظافر ظافر بس الحشرات اللي قاعد تنتف جنحانها لا والله ما نت لا لا عادي تأمل ذا ظافر ظافر المعلومية من ناحية الخلوة مع النفس ترى كل إنسان يحتاج هذه الجلسة اللي هي خلوة مع النفس صحيح الواحد عنده طاقة سلبية عنده مشاكل عنده هموم واحد من الشباب قال له أنت ما عندك هموم قلت حتى لو ما عندي لو عندي طاقة واحدة لازم تفرغها صحيح هي أصلا أول شيء فمفيد للجسم ثاني شيء تأمل عبادة سيدنا من إبراهيم عليه السلام والله أنصحكم في الأسبوع مرة واحدة روح اجلس لحالك نص ساعة حتى مفيد للسمع وللبصر يعني التفكير والتفكير كل شيء واذا ناس يبلشونك ما خلوك تجلس حالك صرفهم طيب ظافر بسألك سؤال معليش ان شاء الله يكفي الوقت ابي من ظافر يتكلم عن مدينته او منطقته يتكلم عن ابرز العادات اللي فيها ويتكلم مثلا عن مثلا عادات الاعياد عادات المناسبات يعني او شيء يميز المدينه اللي انت فيها اول شيء من بيشه حل. أم العيشة نعم نعم بحالك طبعا في يعني أماكن هناك أول إمارة بالجنوب يعني الملك عبد العزيز حط عندنا تسمى الروشن اسمه الروشن من روشن. المحافظة الحين إيش؟ محافظ البيشة الحين مين؟ والله ما أعرفه ما أعرفه لأني ما أدري بيشة لنا محافظ بيشة كان واحد نزل بس أنت حاليا ساكن بأبها ساكن في أبها ما شاء الله محافظ محافظ بيشة بن صبر اللي كان في محايد ايوه اللي في بيشه راح محايل ايوه بالمتحف تقول استغل وقتي حلو عندنا مسجد بناه معنا الملك عبد العزيز ما شاء الله ونفتخر فيه هذا المسجد ما رحمه كذلك في اماكن تراثيه عندنا هناك جبل معروف اسمه ظنتي جبل السايره او زي كذا الجبل كله مرو الجبل كله ابيض لونه ابيض ما شاء الله الحجر ابيض يسمونه مرو عندنا معالم كثيره عندنا بير يسمونها بير دنن بير قديمه هذه في ابها ولا بيشة بيشة بيشة, بيشة عاد الأعياد طريقتها عندنا يعني نرتبها طبعا مثلا تبدأ من الكبير شيبان القبيلة وتبدأ يعني كل ثلاثة اثنين في وجبة عيد الأضحى في فعاليات تسوونه اي في فعاليات فعاليات يعني خاصة بكم عندنا متحف هجرة بلقرب عندنا هناك متحف
نسوي ليله نجتمع فيها القبيله كلها ما شاء الله عشاء وزي كذا وجامعه وعيد ومعايده والمحافظه محافظه بيشي تنظم احتفالات تنظم مثلا يعني مناسبات اقصد كاحتفال يعني رسمي بيشي نظمت اذكر في احتفال قبل مده عن جنودنا البواسل جو فيها شخصيات كثيره ما شاء الله تشارك معهم في المهرجانات تشاركت بيشي حاليا لا بس ان شاء الله مستقبل ما شاء الله هذا برنامج بعد البرنامج ان شاء الله انت اول الناس نقول باذن الله باذن الله وياكم بس العياد معنا في طريقه العيد كيف قلت لكم الصبح بعد العيد ايش تسوون نروح نصلي اكيد نرجع نروح كل واحد يعني مثلا نروح عند جدي كنا نروح عند جدي زيارات يعني. توفي الله يرحمه الله يرحمه نجتمع عند الحين نجتمع مثلا عند عمنا الكبير اللي هو عمي ناصر كم عندك عم ها عندي 14 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طيب ظافر وش الاكله المميزه عندكم طبعا كلنا كسعوديين كبسه لكن في شيء تراثي او شيء غير الكبسه شعبي عندنا العريكه اوه الجنوم عريكه من الاكلات الشعبيه العريكه المبثوثه وش شيء ثاني مبثوثه وش شلون طريقتها ترى والله ما ادري هاي بيش لاني ساكن فيها ابغى اكلها دائما حطيتها معنا مبثوثه اتوقع زي ال لونها ابيض كيف يسوونها ما ادري زين ابي ظافر كل يوم على هالحاله يوقف يسولف ها في مجال اقول من عيوني حبيبي طبعا بكشف سر المذيعين صح؟ اللي البارح لا ها بدر شوف لا قريتها عندك ما راح اقولها يعني بس ظافر طبعا مجهز اشياء ان شاء الله منها المسرحيات هو ممثل ان شاء الله وجاني وقال شوف ايش رايك فيها ومدري ايش صراحة يعني مسرحية إن شاء الله يعني الأيام الجاية ظافر قنبلة لا لا ظافر عندي له مشهد بيبدع به ظافر ممثل طبعا طلعت أول في قنوات ومهرجانات وفعاليات أنا وخالد حامد ترى شفت ترى تمثيل بدر تمثيل بعض الناس تلقاه بالطبيعة برا التمثيل تلقاه هو مثلا فلاوي زي كذا وبالمسرح تلقاه فلاوي لكن ظافر وفي بعض الناس تلقاه هادي لكن بالمسرح يتغير 180 درجة أنا شفت له مرة الصورة قال شوف هاي عرفته نسجن واحد كذا مشيب شايب ايش هذا من هم؟ قال هذا أنا في برنامج مقابيس انا خالد حامد ظهرنا فيه انتم خالد حامد انا وخالد حامد نفس الفريق؟ لا هو كان ضدي وصقعناهم بس ايه ما شاء الله ظافر ممتاز ترى في التمثيل وفي ظافر ما شاء الله ننتظر منك الكثير والله اقول ابشر بالخير ايوه طبعا ظافر انا وياه مجهزين لنا مسرحيه ومعنا كم واحد ان شاء الله بتضرب باذن الله نقول ان شاء الله والله على حرم والله السلام عليك ابو ايش؟ ابو حامد ابو حامد الله يطابس بعد حضر زواجك تشرفوني اصلا عليك تجي تاكل وتمشي طيب ظافر تحفظ قصيد شيء القصيد سمعنا اللي عندك اي شيء قصيده والله ما احفظ الا بيتين الحمد نشيد الحمد الضبع قولها ها قولها وش شدوا شدوا شباب القبيله يبغون الرقصه الطويله اما لحن شدوا شدوا شباب القبيله يبغون الرقصه الطويله الكل منهم هبيله والغير ما سال سيل هذه اللي حفظتها في حياتي وغير القصائد قصائد هذيك حقت ناصر الفراعنه طيب وش اسمها ما احب الشعر اعطيك اياه ابدا الشعر والكوره عدوي ولا ناشيد زين شنو هوايتك صدق هوايتي كرياضه التمثيل كرياضه المشي مشي هذا مشي بالطبيعه طبعا مشي شلون مشي لازم تسافر بعد البرنامج يبيك تسافر ولا مشي سريع اكيد صارني بيعطيك معلومات عاد محمد بيعلمك بالدول اللي ابغاك تسافر فيها مشي سريع ولا مشي على ظافر احب عندي فضول درجه ما تصورونها فضول من ناحيه الدين كيف حالك تشوف الاشياء باقي في لحظه يعني انت يبي لك سفرات باقي اكيد اكيد لازم تضبط انت حق سفريات لازم تضبط انا وياه لي انا تقول انا اضبط انت شوف جو غير جو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Ha